ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ رشا الأحلى الوصفات. النهاردة هنعمل مع بعض تحلية بسيطة وسريعة كده وانت واقفة في المطبخ، مش هتاخد منك أي وقت، والأطفال بيحبوها جدا، اللي هو رز بلبن. ويلا بينا نسمي بسم الله ونقول معانا ايه النهاردة. معايا هنا كيلو لبن غالياه وسايباه لما برد تماما، ومعايا نص كوباية رز برضو غسلها كويس، ومعايا نص كوباية سكر، ومعايا هنا معلقة نشا كبيرة بس مش هحتاجها دلوقتي، واللبن ممكن لو عايزة تضيف عليه مية براحتك، مش عايزة تضيف عليه مية برضو مفيش مشكلة، عايزة تعملي لبن سادة برضو مفيش مشكلة. هاجي كده بنص كوباية السكر، هنزلها كده على اللبن، نص كوباية السكر الرز المغسولة هنزلها برضو كده، وأرفع اللبن والسكر والرز على النار واكمل معاكم. وادي اللبن يا حبايبي والسكر والرز بعد ما رفعته على النار، هسيبه لما يغلي تماما والرز يستوي فيه. اما لما الاقي الرز حبايه الرز استوت وبدا الرز ينزل النشا اللي فيه، تعرف ان هو استوى، وهتفضلي تقلبي فيه كده من وقت للتاني لغايه ما تكتشف ان الرز فيه ايه استوى. وبعد ما يستوي ساعه هتلاقي ان قوامه اساس، يعني بعد ما الرز يستوي هتلاقي ان بدا قوامه يتقل معاكي، ولما يوصل للمرحله دي هوريهولك ونرجع لبعض تاني. ادي الرز ده يا حبايبي بعد ما استوى اهوت، اكون جايبه بقى معلقه النشا اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، ومدوباها في نص كوبايه ميه، ولما تدوبها في الميه تكون ميه بارده، ما تدوبهاش في ميه سخنه، لو حطيتي النشا في ميه سخنه هتكلكع منك وتبوظ. اقوم نازله بيها كده مع التقليب المستمر كده، هتلاقي معاك الرز ربط خالص، هو اصلا كان قوامه تقيل من الاول لان انتوا عارفين ان الرز بيبقى فيه كميه نشا، فتقعدي تقلبي فيه كده لغايه ما يبقلل معاكي، ساعه ما يبقلل تعرفي ان هو خلاص كده تمام تطفي عليه. وبعد ما يوصل معاكي للمرحله الرز ده يا حبايبي، لما يوصل معاكي للمرحله ديت ان هو بيبقلل كده، تعرفي ان هو كده تمام استوى وقوامه بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى معانا نروح نقدمه. وادي اللبن اهو يا حبايبي، اجيب الاطباق اللي انا هقدم فيها وقلبه كده من تحت لفوق عشان الرز. وادي بعد ما فضيت الاطباق ده بالكميه كلها اللي معايا وخلصتها، معايا هنا طبق فيه زبيب وجوز الهند وسوداني، لو مش متوفر عندك مش مشكله، انما متوفر عندك او بتيجي كده بتزوقي كده على الوش كده، حط الزبيب على جوزة الهند والمكسرات. بالشكل ده كده. وعملت تحلية بسرعة بسرعة جدا وفي ثواني، واخدتش منك اي وقت، والاولاد بتحبها. وادي شكل الرز بلبن بعد ما خلصناه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، لو انتش مشتركة فيها تشتركي فيها فضلا وليس امرا، ولا تنسي الصلاة على الحبيب وقراءة ورد يومي من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.